هون حال شديد الحمال ما انه حامي قال نار انت الاول شديد الحمال حتى صوعك من هون ما تطرح حفاة تلحق باللبان صعيب 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 لا اقصح لا سنة ورا سنة يصعب بتغير المناخي مرة الحمال مرة العواصف مرة المطر مرة داعن بسم الله الرحمن الرحيم لود الشغل بالبحار هذا كبش هذا ورد كبش خيارك عنه نذا منذ زمن التغيرات المناخية بدأت تغير المناخ علينا عادة الحر ياسر والسحاب قليلة ما تأت الأمطار ما تأت تجينا بالعادة هذا هو الأسباب اللي دفعتنا أن ننمو الحيوان لا من نصير احنا عليه ونشروا له نتيجة للتغيرات المناخية ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة ما كانوا يبقوه غير عادوا يبقوه بهم الجوع بهم اللي ما هم جابرين بديل عنه ما هم جابرين شي ببلو لا هم جابرين شي ببلو تواقض حق بعض بهم اللي ما هم جابرين شي حشو له يكون هذا هاي الدار هاي الدار دارنا وهذه الزيرة اللي هي تراعي فيها كامل رابي هون داخل من فوق الحائط لأن فوتي كثر لأن عود على الحكمة الهوناتي يلحق الحائط هون يعودون يقبلوا ببل شغلتنا يقبلوا ببل يزرقوا قدام الصيد هذا هو التجارة بديت نعد التجارة بما فيها نبيع ونفتح بوتيك ونطلع سعيد بمشي هنا لهذا الحرب ان شاء الله يسر لنا فرصه عزينه واتي ان شاء الله